اوكي طيب، معانا كابتن خالد متولي. طيب معانا على التليفون كابتن خالد متولي المدير الفني لام بي. كابتن خالد، هارد لك النهارده، وهي دي الكوره. حبيبي يا كابتن سيد، انا طبعا ببلغ سلام لحضرتك والكابتن مصر الكابتن ماهر همام والكابتن محمد حشيش. الله يخليك يا خالد. احمد بالله يا كابتن. طيب كابتن خالد، يمكن فوز المباراه اللي فاتت على المقاولين العرب بعد ما كنت متاخر تقريبا في اخر 5 دقائق او اخر 6 دقائق، شخصيه امبي كانت حاضره وكانت موجوده النهارده. يعني انا عارف ان تفاصيل اللقاءات الكبيره لما بيبقى فيه ركله جزاء ليك في اول ربع ساعه ممكن تغير من سيناريو اللقاء، وبعد كده طبعا قوه نادي الزمالك وتاريخ نادي الزمالك لما بيتسيد الموقف او يجيب هدف واثنين بتتصعب الامور عليك. والله يا كابتن سيد حضرتك، انا لا كان في النهارده كان الاوف دي بتاع التيم، وبعدين كان في اخطاء دفاعيه يعني بصراحه يعني انا حزين جدا عليها، لان حضرتك الواحد يعني في المجال بقاله فتره، انا يعني احنا ما تعرضناش للموقف الدروب الجماعي ده، واخد بعض، وخاصه ان انا بدات يمكن حتى انا اتغلبت قبل كده، ولكن كان في اداء جيد، كان في التزام، كان في تركيز من اللعيبه، ولكن في عدم توفيق. لكن لما النهارده اقبلك لعيبه كبيره جدا ما كانش فيها تركيز، لعيبه كبيره جدا ما كانش فيها الجديه، وخاصه الشوط الاولاني عامر الراجل طالع على الخط، انا ليه بعمل تاكلينج؟ يعني الراجل طالع على الخط، صحيح انا ليه بعمل تاكلينج؟ انا لازم اجري في اتجاهه واخد بالك واقفل معاه، واخد بال حضرتك. الجون الثاني اللي بالعرض مفيش برده ضغط على اطراف الملعب، وده اللي احنا قلناه واشتغلنا عليه، واخد بال حضرتك، فدي برده مشاكل. جينا 2-0 بعد كده الشوط الثاني، كوره تمريره الرامي ما بيسيطرش عليها، تعدي من تحت رجله، راجل انفرد بالمرمى. عايز اعمل تغيير تاني، لقيت عرفه جاله شاد. فكانت الظروف كانت النهارده معكسانا جدا، ولكن ده دي كره القدم يعني، واخد بال حضرتك. ولكن انا طبعا انا حزين جدا من التيم، حزين ان ما كانش فيه جديه، ما كانش فيه اصرار، لان ده مش تيم نادي انبي، ولكن احنا لينا وقفه فعلا. انا كخالد ليا وقفه مع المقصرين تماما، لان حضرتك انا يعني انا مش هنستحمل ان احنا ان اللي فيه لعيب او اثنين او ثلاثه او اربعه يكونوا خارج التركيز، خارج الالتزام، انا ما اقبلهاش واحنا نادي ما نقبلهاش. ان شاء الله باذن الله تكون في وقفه جاده جدا ان شاء الله في خلال المرحله اللي جايه. طيب يعني هل الفتره اللي جايه اللي حضرتك بتشير اليها هتستبعد بقى بعض اللعيبه خلال الوقفه اللي حضرتك، ولا تقصد الوقفه الحته الماديه؟ لا 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 لا، وقفه باستبعاد المقصرين يا كابتن تايم. اوكي. لا خد بال حضرتك، لا الكوره خد بالك، احنا طول عمرنا خد بال حضرتك لازم يكون في جديه، في التزام، اعمل اللي عليك واتعب، التوفيق وعدم التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. لكن في تقصير من بعض اللاعبين، لا في وقفه، وخاصه ان الحمد لله كل حقوقهم مجابه، كل حقوقهم موجوده، بنعاملهم معامله على اعلى مستوى واخد بال حضرتك. لكن لا في تقصير من بعض اللعيبه، يعني انا لا انا ما انا ما شفتش فعلا التقصير دوت الا في المباراه دي. انا عمري في حياتي ما بلوم لعيبه، انا دايما بجيب اللوم على خالد متولي في كل شيء، ولكن النهارده انا زعلان من اللعيبه، لان لا احنا تيم ام بي تيم كبير ما يتغلبش بالسكور ده، احنا كنا ممكن نجيب، ممكن نتغلب اكتر من كده. انا واقعي صحيح صحيح يعني واخد بال حضرتك، على لوحه واقعي جدا، كنت ممكن تغلب اكتر من كده، ولكن الحمد لله ان ربنا ستر، واخد بال حضرتك، يعني جبنا جول الى حد ما، ولكن كان في اضافات في التيم، يعني يمكن عوده فعلا لعيب من على اعلى مستوى بيديك واجبات هجوميه عاليه جدا، شيكا حاول على قدر طاقته، واخد بال حضرتك، ولكن في قصور في التيم ككل. فدوت ان انا بقول لحضرتك لا، هي في وقفه في المقصرين يعني، ولكن طيب عندي حته فنيه طبعا، يعني انا لاحظتها، مش عارف حضرتك توضحها لي ولا لا، وقول لي انا صح ولا غلط. يعني لما بلعب تيم زي الزمالك مثلا او زي الاهلي او زي الاسماعيلي، تيم من الناس اللي هي عندها الشخصيه الهجوميه او الحته الهجوميه، يعني لما العب بنوح وائل مثلا وعرف السيد والاثنين راسين حربه، بسيب مساحه في نص الملعب كبيره جدا جدا على ناس عندها قدرات اصلا، عندها الشخصيه والاستحواذ اللي ممكن تصعب لك الموقف. يعني تمام، انا كنت بلعب بثلاثه في نص الملعب يا كابتن سيد، خلي بالك انا كنت بلعب بتوبر 4-3-3 بقى توصل 4-3-2-1، مش بلعب لا انا كنت بلعب 4-3-2-1، انا كنت عامل كثافه في نص الملعب، وكنت عامل جبهات في الجنب اليمين وفي الجنب الشمال، لكن اللعيبه اللي ما طبقتش احنا اشتغلنا عليها يا كابتن سيد. انا كنت عامل في الجنب اليمين علي فوزي وتوبه وشيكا، دول بيقفلوا الجنب دوت على الجنب اللي هو بتاع سواء محمد ابراهيم او بهاء، وفي الجنب الثاني كان غالي مع عبد الرحمن عامر مع نوح عشان يعملوا جبهه في الجنب الشمال، لكن ما طبقوش ده، وهي دي اللي زعلني يا اخبار حضرتك. احنا اشتغلنا عليها وعملنا الشرح واشتغلنا اكتر من مره وعملوها في التمرين وطبقوها كويس قوي. يلا عندك بلعب بثلاثه ارتكاز في نص الملعب، لكن ما بلعبش يعني خير، لكن يمكن للاسف ان كان في مسافات كبيره جدا ما بينهم،
هو ده اللي طبعا جاب سطره النادي الزمالك. اوكي عندك برضو فرصه كويسه بعد يعني في فتره التوقف ان شاء الله الرحمن تعيد الاوراق، وان شاء الله بالتوفيق يا كابتن خالد، كل التوفيق لحضرتك في الفتره اللي جايه باذن الله. شكرا جدا يا كابتن خالد. اوكي شكرا كابتن خالد، اتفضل يا كابتن حشيش. طبعا انا